السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم كتابة النصوص في برنامج الأرتكم. راح نبدأ نكتب باللغة الإنجليزية لسهولته، وبعد ذلك نعرف شلون نكتب باللغة العربية. الكتابة باللغة العربية ما تكون بسهولة مثل كتابة اللغة الإنجليزية بصورة مباشرة، لأن الأرتكم ما متوافق بصورة مباشرة مع الخطوط العربية. نبدأ في نيو موديل، نختار حجم النموذج اللي نسويه. مثلا انا اختاريت هنا 120 ملم في 120 ملم، يعني 12 سنتيم في 12 سنتيم. نختار اوكي. من هذه القائمة الادوات توجد مثلتين بالاسفل، راح نلقى عند الضغط عليها نختار حرف التي، يعني تكست، يعني النصوص. تظهر لنا قائمة ادوات النصوص اللي يهمنا حاليا بالدرس الحالي، اللي هو الستايلز والاون كيرف. الستايلز تحتوي على ادوات قص، نسخ، لصق الخطوط النصوص، الكتاب الغامق او المائل، اختيار نوع الخط من هذا المكان. مثلا على سبيل المثال ارت ديكو صار نار، سواء بريفيو او شلون راح يكون النص. نرجع على الاريال اللي هو اكثر شيء شائع وراح نستخدمه حاليا. حجم الخط 10 ملم. اون كير يعني شلون راح نخلي الخط يتناسب مع القوس اللي نريد يكتبه. مثلا عندنا قوس مائل راح يكتب لنا كيف يكتب لنا على القوس نفسه. حاليا خلينا نكتب بصورة مباشرة. نضغط كليك على الشاشة، نكتب كلمة مثلا على سبيل المثال ثانك يو. صارت عندنا كلمة ثانك يو وبسهولة وبدون أي مشكلة. وبعد ما تكمل كتابتنا نضغط كرييت. بعد ما نضغط كرييت ممكن أن نرجع نضيف حرف أو نزيل حرف، راح يتحول النص إلى فيكتور، يعني راح يتحول كنقول على خطوط أو صورة. فنتأكد بأن كتابتنا صحيحة وكاملة، بعد ذلك نضغط كرييت. كملت هاي الكلمة. والآن شلون راح نكتب على خط مائل؟ على سبيل المثال أرسم خط مائل، وهذا المعيار أن يكون يكفي، ونبقي الخط فعال باللون. يبدأ يظهر دائما الخطوط الفعالة باللون البنفسجي، ودائما عليها خطوط معناتها هذا الخط حاليا فعال. نبقي هذا الخط فعال ونرجع مرة ثانية نختار التكست. نلاحظ الارت كان متعرف بين انا اريد اكتب نص على هذا الخط المائل. فنبدأ نكتب thank you. كتب لنا كلمة thank you على الخط المائل لان كان هو فعال. وهذه النقطة هي نحرك الخط، نريد وين كم يعني وين يكون موقع الكتابة، في القوس مثلا من هذا الطرف أو بالوسط. بعد ما كملنا كتابة ممكن أن نضغط كرييت وصارت عندنا هالكلمة مائل. هذا الخط هسه حاليا بعد ما إلى أي حاجة ممكن أن نسوي له كليك ونقوم بحذفه. هذه طريقة هسه حاليا بعد ما نحتاجها خلينا نصعدها إلى الأعلى. أما إذا عندنا خط مائل أو نقول مو مائل، خلينا نختار مثلا زيجزاج بهذا الشكل، نريد نكتب عليها كلمة بهذا الميلان. وهذا الخط هو موجود مسبقا، يعني ما هو فعال. شلون راح الطريقة اللي راح نكتب عليها؟ نسوي كليك على هذا الخط إن يكون فعال، أو نكتب مرة أخرى عليها مثل الطريقة السابقة، أو نختار تكست، نسوي كليك على الشاشة نكتب أي كلمة. بقي نافذة النص موجودة شغالة. نرجع نضغط على الخط المال نريد تيجي الكتابة تنزل عليها مثل ما نريدها. ورا ما تفعلها صارت اثنين سوا، ايش نختار؟
select curve. صارت عندنا علامة صح ونزلت الكتابة في على الخط المائل، ونريد وين ما نريد نحركها وبأي اتجاه ممكن. وتمت العملية، وبعد ذلك نضغط كرييت بينها كملنا. نقدر النص مثلا نصعده عن الخط بالمقدار اللي نريده. أو نقدر نحذف الخط. هاي حاليا الأشياء المهمة في الكتابة بالنص باللغة الإنجليزية. طريقة الكتابة باللغة العربية، واللي هي طريقة معقدة وصراحة شوية مزعجة. عندما نختار حرف تي أو تكست، نسوي كليك على الشاشة عند محاولة كتابة باللغة العربية، تظهر ان الحروف مقطعة ومبعثرة ومخربطة وما اعرف اي وصف بعدين يوصف بصورة صحيحة. شلون معالجة هذه المشكلة؟ اكو طريقتين، يا اما ندخل على هذا الموقع arabickeyboard.organization.org ونختار فوتوشوب Arabic، نكتب اي نص. السلام عليكم، نضغط على كليك تحويل ونسخ كوبي، نرجع في على برنامج الارتكام، نختار تكست ونختار كليك لصق، ظهرت لنا الكتابة بصورة نظامية وبدون أي مشاكل. هذه تعتبر من أسهل الطرق على الإطلاق بالكتابة باللغة باللغة العربية في برنامج الآرتكام. نختار نضغط على كرييت. هذا النص صراحة هسه غير صالح للحفر. السبب وجود هذه التداخلات. هذا الحرف، الحرف اللام متداخل مع حرف الزين، والزين متداخل مرة أخرى مع حرف الألف، والعين متداخل مع اللام، واللام متداخل مع الياء، وهكذا إلى نهاية الجملة. شلون نحل هاي المشكلة؟ لحل هاي المشكلة يجب أن نزيل التداخلات. نزيل التداخلات أول خطوة لإزالة التداخلات. لازم نفك التجميع حاليا. الكلمة هي عبارة عن جملة، يعني نضغطها تأشر جميع الحروف الموجودة، وهي يسمونها جروب يعني مجمعة. يجب أن نفك التجميع، نضغط عليها بالأيمن ونختار إن جروب أول. هذه هي تجميع وهذه فك التجميع. إن جروب أول فك التجميع الكل. لاحظ غير لونها وصارت. هسه نتأكد مثلا إذا أريد أضغط على حرف اللام، نشاهد اللام بعدها تحددت، السين بعدها تحددت، وهكذا. بعد ما فك التجميع نختار الأداة المقص اللي هي الترم فيكتور، معناتها إزالة أو تجذيب الفيكتورات. عند اختيارها تلاحظ عندنا أوتو جوين. الأوتو جوين شنو تعني؟ الأوتو جوين عندما أزيل هذا التداخل اللام والسين، ايش راح يصير؟ اي مكان ازيل تداخله راح يربط هذا الفيكتور مع هذا الفيكتور، راح يكون قطعة واحدة. على سبيل المثال راح نسوي ترم حاليا اوتو جوين، وسوي عندما نأشر على الفيكتور نريد نسوي له ترم، لاحظ المقص ينفتح. نختار كليك كليك، نرجع كليك كليك، خلصنا حاليا. هذا الحرف الكلمة السلام أصبحت جاهزة، نقول له كانسل. هسه حاليا إذا أريد أأشر على حرف اللام، نشاهد بين الحرف اللام اندمجت تماما مع من صارت كلمة كلمة واحدة. هذه بقت مفصولة. طريقة تجميعها نروح إلى الجوينت، خليها في وقت لاحق. وهسه خلينا نبدأ نكمل طريقة التجذيب، وبعد ذلك نتعمق شوي شوي.
نرجع نفس التريم فيكتورز، راح اشيل علامة الصح من اوتو جوين، راح اشذب العين ويا اللام، نكملنا راح نأشر هسه اذا اسوي كليك على العين شاهد العين ما اندمجت ويا حرف اللام. خل نسوي تراجع كنترول زي، نرجع مرة ثانية تريم فيكتور، نسوي كليك كليك، للأسف ما اختاريت اوتو جوين، نسوي كليك كليك كنسل. هسه حاليا من اضغط على حرف العين اندمجت العين مع اللام، وهذا الشي اللي نريده وهذا هو الشي صحيح. نرجع نكمل نسوي تريم كم جميع النص، بعد ما كملناها كلها نرجع ممكن نسوي نختار الكل ونظللها كنترول اي، او نختار بهذه الطريقة التظليل ونقلها جروب فيكتور. صارت عندنا كلمة باللغة العربية وجاهزة للحفظ. الخطوات القادمة راح إن شاء الله نمر موضوع التفريغ، واللي هو واحدة من أهم الدروس في برامج الأرتكام. وشكرا لكم.